Write a program number that gets an integer number from the users and then print them to the user in a formulary. Your number is equal blah 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 blah. طيب كل الحكاية كلها ان هو بيقول لك صمم البرنامج بتاعك اللي هو هياخد رقم او عدد صحيح من المستخدم ويبتدي يطبع العدد ده تاني للمستخدم يوريه له، بس على الخاصية بتاعتي او الفورمال بتاعتي اللي بتقول ان يظهر له على الشاشة الرقم بتاعك هو كذا. يعني ايه؟ يعني بكل بساطة يدخل على برنامج يكتب مثلا 15 يدوس انتر يلاقي على طول البرنامج كاتب له يور نمبر اهو ظهر له تحت منها على طول على الشاشة is equal وبعدين يجي جاي كاتب له الرقم اللي هو دخله اللي هو 15 دوت اللي هو كان مدخله فوق من الاول. طيب يبقى احنا كده فهمنا ان البرنامج دوت عايز يعمل حاجتين، عايز يعمل input function وعايز يعمل output function. تمام؟ يعني انا هستخدم السكان اف وهستخدم البرنت اف. يبقى انا كده استعملت ايه؟ التو فانكشنز بتاعتي سكان اف وبرنت اف وانبوت فانكشنز واوتبوت فانكشنز. طب تعالى مع بعض نشوف الدنيا ديت ماشيه ازاي. نروح على الديف دوت بتاعي وابتدي افتحه، اعمل نيو سورس فايل. تمام؟ بعدين بعد النيو سورس فايل ابتدي اروح اعمل سيف اس، وبعدين اكتب سكان اف بلس برنت اف. تمام؟ او سكان اف بلس ايا كان، سكان اف وخلص. تمام؟ سيفت البرنامج بتاعي. اروح على البري بروسيسور دايركتيفز واكتب انكلود هاش انكلود. تمام؟ وبعدين اجي جاي حاطط ال stdio.h stdio.h. تمام؟ بالمنظر دوت stdio.h، بعدين الانت فانكشن، بعدين المين. ماشي؟ اللي هي الفانكشن اللي انا هكتبها اصلا اللي جواها الجسم بتاع البرنامج بتاعي. بعدين في الاخر خالص بكتب له ايه؟ كلمه return اهو return 0 يعني end with no error، return 0 يعني اقفل without error. تمام؟ without error. ماشي؟ اقفل البرنامج على خير. طيب دلوقتي انا عايز اسكان من العميل بتاعي، ارجع تاني للاسم بتاع البرنامج. قال لك والله get an integer number، يبقى انا عايز اسكان integer number. يبقى انا في عندي integer number هيدخل انا ما اعرفش هو كام، فاقول integer x وشكرا. بعدين ادوس انتر. طيب هو انا الاكس دوت معايا؟ لا مش معايا، لسه هاخده من العميل صح؟ اجي جاي قايل له ايه؟ ادخل له سكان اف. يبقى انا دلوقتي بعمل سكان ايه؟ اف. بعدين افتح قوس واقفل قوس واكتب جوه التو كوتيشنز. طبعا السكان اف بتتكتب على طريقه بليس هولدر، وبعدين بما ان ديت انتجر احط لها ايه؟ دي، وبعدين كوما بالمنظر دوت، وبعدين احط الامبرسن اللي هي الاكس، اللي هي الرقم اللي انت هتاخده دوت خزنه في مين؟ في اكس. وهتفهم ليه الرقم بتاعي اللي انا هاخده دوت الانتجر يتخزن في الاكس. ده بناء على الخطوه اللي بعدها على طول اللي انا هعملها اللي هي برنت اف. من الدرس اللي فات البرنت اف بتتكتب بالطريقه ديت، وادخل جوه واجي جاي قايل له ايه؟ البليس هولدر ديت بتاعتي، وبعدين اجي جاي اعمل كوما واجي جاي اعمل اكس. كنت اقول دايما البليس هولدر هي عباره عن بيرسنتج جي اللي هو الانتجر نمبر اللي احنا لما كنا كاتبين كده الاكس المره اللي فاتت ب 15. تمام؟ كنا كاتبين الاكس المره اللي فاتت ب 15 بالمره دوت اهو بالمنظر دوت كده، فقلنا ان 15 ديت متخزنه في الاكس، فكنت على طول بروح اقول له اطبع لي الرقم اللي متخزن هنا في الاكس. طيب المره دي ايه؟ المره دي مفيش اي رقم متخزن في الاكس، مساحتها فاضيه، فبقول له ايه؟ خد رقم من العميل، بعد ما تاخده روح شاور عليه، اهي الامبرسن دي بتشاور على الاكس، خزنه لي في الاكس هنا، يعني في اليساوي ديت اللي بعد اليساوي خزنه لي فيها اللي هي المسافه دي. يعني الرقم اللي يطلع خزنه لي هنا في الايه؟ في المربع دوت. وبعدين بعد كده ابتدي اطبع لي الرقم الانتجر اللي هو موجود في المربع الازرق دوت اللي دخله العميل من شويه، اللي متخزن فين؟ هنا، مش متخزن في اي حته ثانيه، لا متخزن هنا في الفاريبل دوت اللي هو الاكس ديت. اجي جاي اعمل ايه؟ بكل بساطه اروح اتشيك على البرنامج واعمل له ريبيلد بالمنظر دوت. ايه اللي هيعمله البرنامج؟ هيعدي اول حاجه على الاس تي دي اي او دوت اتش. تمام؟ يتشيك عليها. تمام؟ يروح يلاقي الانت مين ديت موجوده جوه الاس تي دي اي او دوت اتش، اه هيتحقق منها، هيدخل جواها يستارت البروجرام، هيلاقي ان عنده ايه؟ فاريبل اكس. هيسيف عنده في الميموري او في الهارد بتاعه ان في فاريبل اكس دلوقتي موجود عنده هو مش عارف قيمته بكام. بعدين هيروح على السكان اف ديت ويلاقي ان في رقم بيرسنتج دي بيشاور على الفاريبل اكس اللي هو قراه من البدايه، فهيجي جاي مستني ان البروجرامر او يستنى ان اليوزر يدخل له رقم، الرقم دوت يروح على طول يتخزن في مين؟ في الاكس الاولانيه اللي قراها. بعدين بعد كده يروح على الامر الثاني اللي هو بيقول له اطبع قيمه الاكس ديت بتاعتك اللي دخلت اللي هي دي اللي بقت هنا، يجي جاي على طول وطبعها لك. دلوقتي هنشوف مع بعض،
هندخل البرنامج بتاعي، افتح كده البرنامج اهوت البرنامج بالمنظر دوت، هدخله رقم 15 هيطبع لي ايه 15. طيب جميل قوي البرنامج شغال، بس في حاجه زياده بيقول لك اطبعه له على الفورمولا ديت اللي هي بتقول ايه يور نمبر از ايكوال بالمنظر دوت، يعني ادخل 15 يكتب لي تحت منها يور نمبر از بيساوي 15 از ايكوال ايه 15. اجي جاي اقول له بكل بساطه خلاص هاجي هنا واجي جاي اقول له يور نمبر از، واجي جاي اقول له ايكوال، واجي جاي اقول له بيرسنتج دي اللي هي كام ال 15 اللي انا جايبها منين من الاكس. تعال نشوف كده اهو البرنامج اهوت معايا، هدخل رقم 15 ادوس انتر طبع لي يور نمبر از ايكوال 15، وان شاء الله اشوفكم الدرس اللي جاي.